السلام عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. ونقولكم اهلا وسهلا بكم من جديد في قناتي. اليوم حبيبتي جيت نشارك معاكم، ندير معاكم جولة في لو سبا تاع الهوتيل. واليوم هو اخر يوم لنا في الاسباني واخر فلوج راح نشارك معاكم في الاسباني. بون، هذا لو ماغازان اللي ما تعرفوش البنات اللي ساكنين سورتو اللي ساكنين هنا في فرنسا، لو ماغازان هذا جاي برسك في الحدود بين فرنسا والاسبان، مي موجود في الاسبان في مدينه يقولوا لها لا جونكيرا. دايوغ اسمه غران جونكيرا او ثلاثه شوبينغ جو كخوا، راح نخلي لكم لا فوتو تاعو في اخر الفيديو. هذا لو ماغازان البنات تشريو منو لي زارتيكل، مي سي دي ماغازان كلهم دي ماغازان دوزين، ما فيهمش ما تسلكش عليهم لو تي فيا يعني لي زامبو، ما تسلكهمش عليهم. دوكو لي برودوي فيه سي عندهم دي بري امباتابل. يعني ننصحكم البنات اللي يروحوا لاسبان اللي على بالها بيهم وتعرفهم، اللهم بارك، اللي ما تعرفهمش ننصحها انها تروح تضرب دارة تما، باسكو لي بري تما و لي شوا يا كو دي ماغازون دو مارك و لي بري سي امباتابل. بون، رايحة نروح لكم لهن لو سبا. كيما شفتوا هذيك لا بتيت بيسين فيها دي ديفيرون ماساج، فيها دي ماساج بور لو دو لي زيبول لو كور لي بيي لو باسان، سي انتغري شغل فيها 3 4 و 5 ماساج فوالا. و جوست ا كوتي كاين لي فيستيير و كاين هذيك لو بتي سو هذاك اللي شفتوه اللي فيه دو لو فخواد، يعني كي تقلبها عليك تجمد وشوي يقولوا مليحه تجدد لك الدوره الدمويه، مليحه ديرها بعد الحمام، تروح الحمام وابخي تقلب عليك لو سو هذاك. هادو سي دي شاز سخونين كيما الحمام، كيما الحجره تاع الحمام، يحطوا لك بتيت ميوزيك تما كالم ولا لوميير دايور شفتوها، يعني تعطيك تقدر مام ترقد تما، مليحه ترخي لك عظامك كيما كنقولوا. وهنا سي الحمام، هنا سي اون بتيت دوش اللي تحب، يعني ما برداش كيما هذاك لو سو، مي بارده كوميم. كي تخرج من الحمام دو بريفيرونس انك دير اون بتيت دوش باش تعاود تجدد لك الدوره الدمويه، و ميم طون ما تمرضش كي تخرج من يديرلكش هذاك لو شوك تاع لو فخوا اي لو شو شو فخوا. هذا سي ان بتي جاكوزي اللي فيه اوسي دي بول كيما راكم تشوفوا يدير دي ماساج. وهنا لا بتيت كابين هذه فيها هذه لي سور لا دروات، فيها تاني دي بتيت دوش كوم كيفاش نقولوا، تطلق الماء ترشك ترش درشان بالماء، وفيها ديفيرون تمبيراتور دي ديفيرون تمبيراتور، يعني تبدا بالبارد ومن بعد تروح للسخون. بون فوالا فوالا، كانت هذه الجوله تاعنا في الاسبان، نتمنى انها تكون نالت الاعجاب تاعكم. هادو لي ماغازان، هذا لو ماغازان كيما قلت لكم لا جونكيرا، نتمنى البنات انكم ما تراتيوش باسكو فيه دي يعني دي زارتيكل مانيفيك. انا شريت منها 3 شوز، شريت اون ساندال كانت موان 50% كانت دير 52 اورو، وانا ديتها موان 50%. شريت اوسي شريت هذاك لو دوبل سيروم دو شي كلارنس، حنا هنا هذاك الكبير شريت الكبيره يدير جو كخوا الا كان مغلط 120 اورو، يدير الكبير 120 اورو، يعني ضرب في زوج تلقاها بالدينار. انا شريتو من تما ب 52 و 62 اورو، يعني نص البري، و لو فلاكون الكبير ماشي صغير الكبير. حبيت ندير لكم جوله في المغازا مي سي انتردي باش نصور، دوكو ما صورت لكمش. بون فوالا فوالا، شريت ان تاجين وسي، كاين ماغازان اللي يبيع ما صورت لكم شو سي سي انتردي عفوا، يبيع لي طاجين لي بلا لي بزاف بزاف حوايج اغاب هكذا. و شريت وسي اون صندال كيما قلت لكم اللي كانت دير 52 اورو، وانا ديتها موتي بري، يعني سي لو سي دي بون بلون اللي تقدروا ديروهم في لو سون لو سونتر كوميرسيال هذا. بون فوالا، بلا ما نكثر عليكم البلا بلا، نخليكم مع الجولة
وفرجة ممتعة. Thank you.
وبهذا حبيباتي كن وصلنا لفن تاع الفيديو تاعنا تاع اليوم. نتمنى انها تكونت الاعجاب تاعكم. نتمنى انكم تكونوا الحيتوا شوية على خاطركم سورتو محبات شوبينغ. كوميرسيال هذا وما يراتوش يعني الفرصه اللي كان راحوا اون فاكونس لاسبان، يعني ما يراتوش انهم يعديو على المغازا هذا لانه قريب من الحدود اللي موجوده بين فرنسا واسبانيا. موجود جو كوا في مدينه لا جونكيرا الاسبانيه. المهم يزيد با يعني تروحوا وتشوفوا فريمون فرانشمون في دي بون كو اي دي بون بري. كيما قلت لك ما فيش لا تيفيا كلش غالي ونو غالي. لازم تكومباري دير لا كومباريزون بينو بين لي ماغازان اون فرانس. فرانشمون سي با شير. كيما قلت لكم لو دوبل سيروم هذاك دو شيك لارينس هنا يدير 120 اورو، وانا شريتو ب 62 اورو ولا 52 اورو، جو مرابيل بلو، مي سيتي ان بون كو بور موا. بون فوالا فوالا. ولكن عجبتكم لا فيديو تاعي تاع اليوم. هذا قبل ما نسوا قبل ما نقطع، هذه هي لا فوتو تاع لو ماغازان من برا، غران جونكيرا اوتلت اي شوبينغ اوتلت سا فو دير لي ماغازان دو دوزين. فوالا. المهم الا كان عجبتكم لا فيديو تاعي تاع اليوم حبيباتي، نيزيتي با تخليو لي دي لايك وتبارطاجيو لا فيديو تاعي مع حبيباتكم. والان مبقى لي غير نقولكم بوسه كبيره ليكم، تهلاو في رواحكم والى فيديو اخر ان شاء الله. يلا بسلام عليكم، باي باي.